من هنا لآخر السنة هذه ومن وسط العام الجاي تكون عندنا منظومة كبيرة برشا تمكن ساعة الناس باش يقوموا بإيداع البيانات عن بعد. هذه أهم حاجة عندنا يعني هي الديجيتال، هي الرقمنة. والدليل على ذلك أنه مثلا عندنا حجز التسمية 100% رقم ورقما، استخراج مضمون 100% ورقما، وإن شاء الله تو نجيب حذاكم مرة أخرى كان تسمحوا، هو إن شاء الله حاولنا من شهر جوان يكون عندنا زاد إيداع أو إيداع الشركات والمؤسسات عن بعد، يعني تأسيس الشركات عن بعد. وتغيير المعطيات هذه باش يولي عن بعد ولا زاد؟ اللي تري كومبلكس، معناها تقريبا احنا احصينا اكثر من 120 نوع من التحيينات. دونك سي تري كومبلكس، لكنه لازم 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 يصير عن بعد. يجي نهار ويصير. ربي ثم حاجه مهمه شاكر اللي هي يقول لك توا معاكم انتم على رينو التونسي ولا بصفه عامه كل خطوه بحسنه. كل من يجي يعمل حاجه تطلب عليه باش يطلب عليه حاجه، ديما الفلوس ديما الفلوس ديما الفلوس. هو الفرق العباد بصراحه تقلق برشا. شوف انا نعطيك حاجه، هو راه ما تغير حتى شيء في بالكم اللي المعاليم نتاع السجل الوطني المؤسسات هي المعاليم السجل التجاري، هو نفسه ما تغير حتى شيء، نفس المعاليم فقط. ها شنو كان قبل ما كانش فما وتيره ايداع الوثائق، يعني الاستحثاث جعل الناس تودع ديما. قبل كراو ساعات الانسان يحط محضر الجلسه عنده ويجيبه بعد 5 سنين راهو. دونك تو اذا كان دونك لان الشركه حيه وقاعده تودع دونك يحس انه مش كيف كيف نفس المعلومه مشتوله الوتيره. اما ثم شكون من العوان يتصرف مثلا في محضر الجلسه يقول يحسب له بالصفحه كل صفحه كل خمس ساعات. لا مستحيل لا مستحيل هذا ما يصير. ما عندناش قيمه، احنا ما عندناش مبدا الصفحه، احنا عندنا مبدا الوثيقه. طيب في ثواني الجمعيات مدى تجاوبهم على السجل، هم يعتبروا اللي انتم كاينكم عندكم دور رقابي ومتحافظين عليه ديما؟ لا احنا ما عندناش دور رقابي، احنا نرسم هذه في السجل ونشهر، والرقابه تصير من العموم. احنا لا نراقب، احنا لا ننظر في بياناتها من داخل ولا نعطيوها الاهليه في انها تمارس نشاطها. النشاط يكفله الجمعيه يكفله الدستور والمرسوم 88 للجمعيات التي تخضع للمرسوم، لانه فما جمعيات تخضع لقوانين خاصه. دونك الجمعيه تجي وقت تجي للسجل تجي قائمه الذات قانونا وتم اشهارها في الرائد الرسمي ويتم ترسيمها حتى تصبح هذه المعلومه متاحه للعموم وعندها وقتها واجب تحيين البيانات. قداش من جمعيه مرسمين عندكم في السجل؟ والله بعض الالاف انا نقول لك. بعض الالاف من 12000 بعض الالاف من اكثر من 12000 عاد هم اكثر من 28000. لكن شوف راهو الفرق هو انا بما سي علي عميري يسمع فينا في الاداره العامه للجمعيات، الجمعيات هو معناها في الاداره غادي هو ستان كونتور كيما تاع الكهرباء يكبر وما يطيحش. دونك معناها الجمعيات اللي ماشي ناشطه ما تلقاهاش. باركونت احنا السجل هو هذا دوره انه ما يرسم كان الجمعيات الناشطه، معناها اللي يجي راهو اللجان للسجل ارسم فيك راهو ناشط. دونك يجي وفي نفس الوقت عنده واجب التحيين وقت اللي يغير هو في الهيئه المديره او يغير عنوانه او يفتح فرع او غيره. دونك واجب انه يقوم بالعمليه هذه فقط. واضح. شكرا لك سي عبد الشوري مدير عام السجل المركز الوطني لسجل المؤسسات، شكرا لك على حضورك معنا ولكل هذه المعلومات.